اساس الدوله بيع. لكن احنا اللي يبيع لنا الان نفرج عليهم شهر 12 او لا. تمام. والمراكب في الاداره صار فاهم الموضوع. ان شاء الله. احنا رانا اول باول. ثاني كلمه وكلمه اللي تجارب خضار. معناها ما عطوناش جديد. احنا في فتره الهيئه العامه للشباب الرياضي او هذا لتو قاعد ما خداش مرتبات. باه تمام. هو المنتدى هو أول مرة يقام منتدى خاص بالعاملين بالوزارات الهيئة العامة للشباب والرياضة، شاركوا فيه الموظفين وطبعا الموظفين اللي شاركوا الزملاء اللي شاركوا كانت لهم أول تجربة الحقيقة عن طريق الأونلاين مع الجامعة العربية، والحقيقة كفوا وفوا الشباب وبارك الله فيهم، ومشكورين الهيئة العامة للشباب والرياضة لدعمهم لإدارة الشباب والرياضة، والحقيقة كانت إشارة هذه كبداية إشارة قوية من إدارة الشباب والرياضة أن رغم الظروف اللي مرينا بها ورغم الظروف اللي تمر بها بلادنا الحبيبة أن متواجدين وإحنا مستعدين نخدموا، ومن ضمن البرامج الحقيقة اللي عرضناها عليهم عرضناها في المنتدى اللي هي الخطة طويلة الأجل الحقيقة اللي اشتغلنا عليها المدة الماضية. الاهتمام اللي تلقيت انا في المغرب ما تلقاش واحد هذا حقيقي اداره اعمال عامه اداره اعمال عامه. كان في يعني رؤية للخطة للقدام بمعنى شنو بيكون يعني ترتيبات للشباب وللمقرات يعني أكثر من شيء، وهذا المنتدى كان رؤية وطن وكان عبر زوم نت وكان مشاركين فيه كذا دولة عربية. بينا فترة قدرنا وتشرح لي كيف تكون البرامج الشبابية سيرش كلهم شن بحث معين استمارة السلبية شن حاجة راح نقول وعفوا لا فيه. أنا ممكن أقولها مرسل تو ولا هي مشاركة أول نعم. 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 نع